آخر ما أتحدث به الجامعة واحد على خمسة، هل يعقل هذا من الناحية العلمية؟ الشمس تشرق والشمس تغيب تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق، هل يتلائم هذا مع معطيات العلم الحديث حول موضوع الشروق والغروب؟ الجامعة واحد خمسة، الشمس تشرق والشمس تغرب وترجع حيثما أشرقت وغربت. جامعة واحد خمسة، خليني أطلع لكم الشاهد عشان يكون النطق صحيح. بيقول كده سفر الجامعة إصحاح واحد وعدد خمسة، والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق. نتكلم هنا عن إيه؟ عن دوران الدورة الشمسية، دوران الأرض، الشيء الطبيعي اللي بنشوفه، شروق وغروب، اليومية، الدورة اليومية اللي بتحصل. لما أقول مثلا فضيلة الشيخ عندما ذكر القرآن أن الشمس تغرب في بئر حمأ، هل الشمس تغرب في بئر حمأ؟ هل ده معنى مقصود أنها تغرب في قلب البئر؟ لا، مش ده المعنى، لكن يفهم معنى آخر. فإذا أردنا أن احنا نلقي الشبهات ممكن أتمسك بالنص، هل الشمس تغرب في بئر حمأ؟ طبعا لا، أكيد في معنى تاني، لأني منطقيا ما ينفعش. جناب القس قال الشمس تشرق ثم تسرع ثم تغرب ثم تسرع إلى المشرق، قال هذه مثل عين الحمية. طيب إيش اللي في عين الحمية؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، حط لي 20 خط تحت كلمة وجدها، إيش يعني وجدها؟ يعني رآها تغرب في عين الحمية، مثل ما أنت لما تروح للبحر وتشوف الشمس تغرب تراها تغرب في البحر. القرآن ما قال الشمس تغرب في عين حمئة، قال وجدها، زي ما أنت بتشوفها تغرب في البحر، وجدتها تغرب في البحر، لكنه لم يقل بأنها تغرب في البحر أو تغرب في عين حمئة. يقول هل تتمسك بالنص؟ نعم أتمسك بالنص، وجدها تغرب في عين حمئة ولم يقل رآها تغرب في عين حمئة.